ستة قتلى وخمسون جريح وستة وخمسون جريحا في الاشتباكات بين باب التبني وجبل محسن. للاطلاع على آخر الأجواء المدنية في عاصمة الشمال تنضم إلينا من طرابلس مراسلة الام تي في منى صليبة. منى تفضلي، كيف تبدو الأجواء في طرابلس لديك الآن؟ جيسيكا، قلت ستة قتلى، هذا صحيح، ولكن هناك من تحدث عن سبعة قتلى. أبدأ طالما نتحدث عن القتلى بتعداد أسماء هؤلاء القتلى: مهدي خضر، خالد المصطفى، عبد الرحمن نصوح، وخضر المصري الملقب بالحنون، هؤلاء من باب التباني. أما محمد إبراهيم وعلي حبابي من جبل محسن. أما إذا ما تأكد الاسم السابع فلست أملك الاسم. على أي حال، الأجواء في هذه الساعات هادئة نوعا ما، ولكن هذا لا يمنع من أننا نسمع أصوات لطلقات رشاشة ومن حين إلى آخر، ولكن بمسافات زمنية بعيدة، أصوات قذائف. إذن ليس هناك من وقف تام لإطلاق النار، على الرغم الكلام الذي سار بعد الظهر من أنه صار هناك اتفاق أكان في الاجتماع السياسي لدى النائب كبارة أو اجتماع الفعاليات ومسؤولي المحاور دعوا الجيش اللبناني للانتشار بكثافة وسحب المسلحين وضبط الموضوع. هذا لم يمنع هؤلاء من الاستمرار ولو بمناوشات بسيطة. على أي حال، الجيش انتشر وكثف من انتشاره في المناطق، وكان طيلة هذا النهار الذي وصف بالأعنف والأشد، أو الاشتباكات وصفت بالأعنف والأشد، كان الجيش يرد على مصادر النيران، ولكن بطبيعة الحال رد الجيش على مصادر النيران لم يلجم مطلقي النار بين جبل محسن وباب التباني الذين استمروا بعمليات قصف متواصلة. نعم، فعلا كانت الأعنف جيسيكا تحديدا في ساعات قبل الظهر ما أدى إلى مقتل كما سبق وذكرنا ستة أو سبعة، يعني ستة على الأقل في مدينة طرابلس. أشير في خبر آخر أن المفتي مالك الشعار كان في فيينا يشارك في مؤتمر حوار الأديان، ولكن بطبيعة الحال هو أكد الخبر، واتصلت بعائلة المفتي الشعار، أكدت أن المفتي سيبقى في باريس لدواعي أمنية، كون المفتي الشعار تلقى تهديدات أمنية أو تهديدات، يعني لذلك هناك نصائح من قادة أمنيين بأن لا يعود قريبا إلى لبنان، وهذا فعلا ما حصل، وهو سيبقى في باريس. نعم، أو غير باريس، أي خارج البلد لمدة زمنية غير محددة. على أي حال، لنستمع يعني كما سبق وذكرت هناك اجتماع سياسي حصل في منزل النائب كبارة، لنستمع إلى أبرز ما جاء في هذا الاجتماع. يؤكد المجتمعون على ضرورة وقف كل الممارسات المسلحة من كل الأطراف بشكل تام وناجز، والتجديد على الجيش اللبناني والقوى الأمنية القيام بدورها كاملا لحفظ الأمن وحماية المواطنين في طرابلس والقيام بكل ما يلزم لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة. يؤكد المجتمعون على أن ما يحصل من خلل أمني بشكل متلاحق في طرابلس قد يكون له لن يكون له أي أفق في أي معادلة سياسية أو إقليمية، وبالتالي فإن على كل الأطراف أن تتحلى بالوعي والمسؤولية وأن تعالج المشاكل مهما كانت ومهما كبرت تحت سقف الدولة والمؤسسات.